السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. فيديو جديد مع يوميات أم هبة أيوب. اليوم إن شاء الله غنديكم معايا في جولة في إقامة رامو فلوريس المتواجدة بسيدي رحال. هاد الإقامة زوينة بزاف. جيت عند بنت خالتي عرضت عليا باش نجي عندها نشوف الدار ديالها، وكنتمنى ليها تكون عتبة اللي مباركة مسعودة عليها وعلى وليداتها وعلى الزوج ديالها. في الصراحة إقامة واعرة، عجبتني بزاف وصورت لكم في الليل وغادي نصور لكم حتى في الصباح، فخليكم معي حتى الأخر ديال الفيديو باش تكتشفوا هاد الإقامة. بالنسبة للناس اللي في الجالية اللي كيبغيو يشريو، فهي متواجدة في سيدي رحال، زوينة بزاف والكال وقريب ليهم البحر، يعني غير واحد 5 دقائق هانتي في البحر. ووسط الإقامة كاينين لي بيسين، فخليكم معايا حتى التتمة ديال الفيديو باش تشوفوا الجو كيفاش داير، وتشوفوا الإقامة وتشوفوا الشكل ديالها من على برا وتشوفوها من الداخل. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تمشيو فين. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لاول مرة، تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم معايا. هنايا اخواتي هذا هو المدخل ديال الاقامه. هنايا راه الصباح، هذا في صورت لكم زوينه بزاف، وان شاء الله غادي نصور لكم البحر حتى هويا، وغادي تشوفوا معايا الغروب، واحد المنظر اللي زوين بزاف بزاف. فما تردوش الناس اللي بغاو يشريو في سيدي رحال، كاينين اقامات بزاف في هذا الشكل هذا اللي هما زوينين. كنتمنى البنت خالتي الصحة والسلامة في هذه العتبة الجديدة، ونخليكم مع التتمة ديال الفيديو.